اللي اقول له هندسه ما تاخذنيش يعني الا رمى اخوك الرميه دي، ده احنا طالعين من زخانيق لزخانيق زي ما اكون طالع من بيت الزواحف. انا عارف بقى ريقي ناشف معاه، واد مخه ناشف ودماغه فيها بلغه. معلش ربنا يصلح الحال. انت ما عندكش اخوات يا صنع؟ عندي، عندي اختي الصغيره زي القمر، بس ربنا يقدرني بس واعرف اجوزها. هيقدرك وهيرزقك من واسع، ربنا يخليك ليهم يا صنع يا رب. طب ايه، يلا نطلع نص نوقف تاكس. تاكس؟ انت مش لسه بتقول لي بتجهز اختك تاكسي مين؟ وقف لنا مشروع يا عم. طب اهو اهو جه يلا. يا اسطى يا اسطى تعالى محموده يا اسطى. كانش ليه لازمة يعني تحاسب على المواصلة يا سمعة. عيب يا هندسة، ده أنت لسه ضيف وأول قطفة. الله يخليك. هي الشقة بعيدة عن هنا؟ لا ده خلاص من هنا خطوتين. بس الحاج جابر ده طلع راجل طيب جدا. شفت؟ بس لما بيتحاول بيعمل إيه؟ أنا اتخضيت لقيت فجأة كده، هو كده على طول؟ على طول، ده أنت ياما هتقابل. أنت على طول بتضحك كده يا إسماعيل. تعال، خش يا هندسة. الله الله الله. ايه الجمال ده؟ ايه عجبك؟ لا ولسه المنظر ده لما تشوفه الصبح هتدوت، هيعجبك قوي. انت ليه محسس ان احنا جايين نصطاد نسوان؟ يا عم انا عايز اتخمت في اي حته لما ارجع اكمل الشغل، انت عارف اللي فيها. الله الله يا هندسه، ولا اللي بقول عليك متفائل بدل الاثنين اللي انا ساكن معاهم دول وعارفيني في عيشتي. تعال خش تعال. تعال اتفضل. السلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احب اعرفكم الباشمهندس محمود عبد الناصر، وباشمهندس دي مش بحكام معاه ولا مجامله، لا ده باشمهندس بجد، يعني معاه شهاده من كليه الهندسه بس الزمن جرى عليه. طب وما وديتوش الهيلتون ليه بدل ما تجيبوه هنا؟ ما احنا ما لقيناش اوضه فاضيه على البحر. في ايه يا عم ما تهدى علينا؟ انا اقصد يعني جرى عليه الزمن وشغله في ورشه. في يا عم عاصم الراجل زيه زينا هنا، هيدفع ثمن السكنه. طب يا سيدي ما قلناش حاجه، بس المهم انه يعرف قوانين السكن هنا عشان ما يحصلش يعني خلاف زي ما حصل مع اخونا عبد الحميد. الواحد مش ناقص وجع دماغ. بالله عليك يا اسماعيل، احنا بنيجي هنا عشان نستريح مش عشان نتخانق. ده على اساس انك بتهدي النفوس كده. مين الحاج؟ رئيس اتحاد الملاك ولا مين؟ هو انا وجهت لك الكلام اصلا؟ ساتر يا رب. الله، في ايه يا عم عاصم؟ انت ما تهدى يا عم علينا شويه تتكنا. انت متصدق تشوف حد عشان تتخانق معاه؟ ما قلنا لك 100 مره يا اخي، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سينفضوا. هو انا يا اخي طبعي كده، مالك ومالي؟ لا 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 استنى يا شيخ عاصم بقى، ده انت تستاهل بوسه. ده انت خليتني اول مره اشوف وشه من غير ما يبتسم. ده انا كنت ابتديت اقلق عليك والله. لا اله الا الله. اهو رجع تاني غتت يا شيخ عاصم، ولا اقول لك يا اسطى عاصم، ولا انت ما بتتسماش اصلا؟ مش مهم تناديني اصلا، المهم
انك تعرف ان النور هنا بيطفي الساعه 9:30 بالليل. ليه؟ واحنا في ملجأ ايتام؟ بقول لك ايه احنا ناس بنشقى وبنصحى نصلي الفجر كل يوم، عشان كده لازم ننام بدري. اما بقى اللي ليه في السهر وعامل لي فرفوش اسهر بره الشقه. وبعدين مفيش هنا راديو ولا ام بي 3 واخواته ولا حتى غنى بصوت عالي. بالنسبه للنسوان انت بتهزر. بقول لك ايه، ما تجادلش كتير لان الجدال منهي عنه. اسمع اللي انت عايز تسمعه، هات لك سماعتين والزقهم على ودانك بشكرتون واقعد بقى ارتكب في المعصيه براحتك. انما احنا بقى ما تجبرناش ان احنا نرتكبها معاك. تعال تعال يا محمود. اليسا نزلت. تعال تعال اقعد. في ايه يا عم؟ ده ما تخشش معاه في نقاش، عاصم ده حرس هد. وبعدين انت شاغل بالك بيه ليه؟ انت هتيجي كل يوم مهدود اصلا عن النوم على طول. الله، افرض اني مش عايز انام يا اخي. هنبقى نطلع في الروف جاردن يا سيدي، نلعب طاوله ودومنه وكوتشينه كمان. بس تلعبوا بصوت واطي عشان نعرف ننام. اتفضل. يا سيدي الله الغني، في 60 قهوه حوالين المنطقه، اشي على الترام واشي على البحر، وهناك بقى هنرتكب كل المعاصي، هنلعب على المشاريب ونحتسي السحلب والجنزبيل. بص انا احتسي البريل اللي بلغها. ايوه. مين الاخ ده لو ساكت كده ليه؟ ده اللص عبد الرحيم عوض الله، اجدع كهربائي بر مصر. مساء الفل يا عم عبده. مساء الخير يا ابو عمو. انت نازل عبد الرحيم؟ طب معلش والنبي لحسن، نسيت اجيب سجاير. ممنوع شرب السجاير جوه الاوضه. بقول لك ايه، ما تحاولش، كان غيرك اصلا. انا مش هضربه، انا هولع فيه بس. الله يجازيك يا حوده، ده انت ربنا بعتك ليا نجده من السماء بدل الاثنين الاثمين اللي انا قاعد معاهم. ده انا قاعد في مستودع نكد يا راجل. تعالى بقى نطلع بره في الروف جاردن نضرب سيجارتين. طب استنى بس، عندي عبد الرحيم يجيب لنا سجاير. يا سيدي هو مش خارج، هو بيقعد كده. بيقعد كده يعني ايه؟ ده لابس الجلابيه والعمه واللاسه وماسك عصايته. ايوه يا سيدي، ما هو بيجي من الشغل يقلع العفريته ويلبس الجلابيه واللاسه والعمامه والعصايه وكانه كبير الرحميه. جيب لي. حط صوتك احسن، تخنه هو اخر. ما تقلقش، مش ده اللي يخوفك من عبد الرحيم. امال ايه اللي يخوفك منه؟ ما تستعجلش، اتك على الصبر. ايه يا رب البيت اللي انا جيت فيه ده؟ ايه يا عم البيت اللي انتوا قاعدين فيه ده؟ مسيرك يا سيدي تتعود عليه. انا بقول الضحكه لزقت في وشك ليه؟ اتاريك لسعت اسماعيل من القعده مع دول. لا ما قلتليش. ايه رايك في المكان؟ شوف، طالما الحمام فيه ميه يبقى كل حاجه عظمه. لا، ميه ايه؟ هو ده ميه سخنه وميه بارده ودش من اللي هو السماعه ده اللي بيتحرك. ده الحاج جابر مدلعنا على الاخر. عندنا ثلاجه وعندنا بابور من اللي بيتحرك في كل حته في الاوضه ده كده. والله. طب ده احنا كان عندنا تلفزيون بديكودر من اللي بيجيب الاوروبي، بس منه لله بقى اللي ما يتسماش. بدل ما تدعيلي اني بشيل عنك السيئات اللي كنت هتاخدها. يعني بتشيل عني الضرايب اخويا؟ الله يهديك يا عم عاصم. بقولك يا حاج عاصم، هو انت ما فكرتش تتجوز؟ من فضلك حاج، دي كلمه لا تقال على سبيل الدعابه كده، تقولها لمن ادى فريضه الحاج فقط. يا نهار اسود، اتاري الواد حسين طلع منحرف بالنسبه لك. تقصد ايه الكلام ده؟ صوتش حاجه يا اخويا، صوتش حاجه. انا نازل اجيب سجاير عشان اشربها بره. حد عايز حاجه من تحت؟ عايز حاجه من تحت يا عم مرحوم؟ ايه البيت ده؟ ممكن احط الشنطه تحت السرير ولا لازم اتاكد انها طاهره الاول؟ ايه يا رب البيت ده؟ السلام عليكم. البوم اليسا الجديد اللي وبعدين؟ ها؟ ولا قبلين. الراجل اتأثر تأثر جامد قوي بالزيارة دي. هو صحيح عارف ان ما حلتيش حاجة، عارف ان الراجل على قدي، لكنه اتأثر والله. صحيح الأهل مالهمش غير بعض. يا سلام، ومن إمتى الكلام ده؟ من إمتى شافع المتنيل على عينه ده بيتأثر؟ ليه يعني؟ هو حلوف؟ قال بيتأثر. قال وده بيتأثر من أنهي ناحية إن شاء الله؟ بيتأثر زي الناس كلها. وأنت يعني بتتأثري من أنهي ناحية؟ من سمنة رجلي. يلا يلا احكي وخلصني. حلوة سمنة رجلي دي. ما هو زي ما بقولك كده، الموضوع ما خدش غير ساعتين، خلصت وخدت بعضه وركبت وجيت. وتحية أخبارها إيه؟ أكيد كويسة. ليه؟ لو انت ما شفتهاش. ما انا قلت لك
احنا مخبيين عليها عشان ما تعرفش ان جوزها في ازمه. اخس بجد، اخس 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 على مين؟ اخس عليك يا عبد الناصر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب وليه بقى طولت اللسان دي بقى يا راجل؟ بتكذب عليا بعد العشره دي كلها يا ابو محمود؟ طب ايه رايك بقى ان تحيه اتصلت وقالت لي انها شافتك وكانت بتطمن اذا كنت وصلت ولا لسه؟ اتصلت بنت الغبيه، مالكش دعوه بامها الله يرحمها. واذا كنت تقصدني انا مش غبيه يا اخويا. انا صحيح ست غلبانه وعلى قد حالي، لكن مني لربنا، وعشان كده ربنا بيجيب لي حقي لغايه عندي. يا وليه هو انا هاكل حقك في حته ارض؟ أنا بخبي عنك شوية معلومات بس عشان خايف على صحتك. أيوة مالكش دعوة يا أخويا بصحتي، أنت كل شوية تتلكك لي وتقول لي صحتك، مالها صحتي يا عبد الناصر؟ ما أنا زي البومب قدامك أهو. هو أنت كل شوية تكذب عليا وتخبي وتقرطصني وتقول لي صحتك؟ أنت ناسي يا راجل إن أنا بقالي سنين شايلة بيتك وعيالك وعمري ما قصرت في حقك؟ الحق عليا إني خايف عليكي. أنت خدتي الدواء النهاردة؟ مالكش دعوة. ما تخلينيش احلف ما اخدش الدواء تاني. طب والله طب العظيم. بس بس يا ست، حقك عليا، حقك عليا. هاتي راسك ابوسها. اوعى كده. طب احنا يعني ما عجزناش قوي، هاتي خدك ابوسها. اوعى كده. ولا اقول لك اديني بوسه من بتوع زمان. ايوه اهو انت كده طول عمرك، اول ما تتزنق تبتدي تقبح. يعني بالذمه ده ما بيبسطكيش؟ يا اخويا اتنيل، وانت جاي هلكان من السفر كده وشكلك عدم، وانا طول النهار هلكانة في شغل البيت، والولية الشغالة بنت المكلوبة ما عادتش بتيجي من ساعة ما كبسوا علينا بتوع امن الدولة. أيوة 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 أيوة، ارجعي بقى للحجج، كلها حجج قديمة. أيوة شوف الراجل الكهين تغير الموضوع على طول. قولي بقى ايه حكاية شفع جوز بنتك بالظبط؟ قول يا راجل، ما تخافش، ما تخليش الفار يلعب في عبي، وما تقلقش عليا، انا واخده دواء الضغط ومتظبطه لاي مصيبه. انا كل الحكايه اني عايزه اطمن محمود ليه مشي من بورسعيد، وعايزه اعرف اذا كان شافع هيورط البت تحيه في مصيبه ولا حاجه. عارف يا عبد الناصر لو ما حكيتليش والله العظيم ما كنت هكلمك. حبيبي انا تمام، انتوا في ايه؟ هو مش كان انتوا كاميرا خفيه؟ انا عرفتكم، الله يحرقكم. طب ليه نفسكم في شقه؟ امال هو الايجار الجديد عملوه ليه بس؟ انت بتقول ايه؟ ده خطيبي على فكره. لا ما هو خطيبي على فكره، ما هو صوتك ليه عروسه؟ ما تعلي صوتك، زغراتي وفرح العماره. ايه اللي دخلك ما بيننا؟ ولا هديك بوسه بس بتوعي. خلاص بقى امشي يا فاروق بسرعه. ولا ولا فاروق، اتاكدت ان ده فاروق؟ شفت بطاقته؟ اصل عيل السيس ده ما يديش فاروق ابدا. في بير السلم، في بير السلم. وانا اللي كنت فاكر ان حكايه بير السلم دي بطلت من الثمانينات، جت كلبله. في بير السلم يا ساتر، قال لك كان يا اسطى بير السلم. Thank you.
عايز تساعده؟ ما تحاولش. سألته أول ما جه بيعيط ليه؟ قال لي أنا ما بعيطش يا إسماعيل، هو في راجل بيعيط وكان هيكشم لي. أمال العياط ده إيه؟ جرافيك؟ يعني إيه؟ متشغلش بالك، هو بيقعد يعيط كده من كام لكام؟ على حسب، ساعة ل 11 وساعة ل 12، بس ما بيقعدش أبدا لوحده. مالكوا؟ مالكوا؟ أنا ابتديت أخاف منكوا، وحبيت في النور الساعة 9 ونص، والتاني بيعيط وهو نايم، والتالت فشخ لي طب 24 ساعة. ربنا يعدي الأيام دي على خير في بيت الأشباح بتاعكم. نعم إسماعيل. نعم. عشان عندنا شغل الصبح. نعم إسماعيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه يا فاطمة؟ بتعملي ايه؟ نام نام انت يا ناصر، ما تقلقش، مش وقت لم الغسيل في الساعة دي. انت شايل المصلية في ايدك ليه؟ هصلي ركعتين، ما انت عارف لما بيبقى قلبي مقبوض بحب ابص للسما كده وادعي لربنا وانا في البلكونه. لا حول ولا قوه الا بالله، استغفر الله العظيم. يا ست ادخلي صلي جوه وادعي براحتك، انا خايف عليك تستهوي. سيبني براحتي، اصل انا مقهوره على حال تحيه ومحمود بعد اللي انت حكيته لي. سيبني براحتي، الله لا يسيبك. طب استنى. ايه؟ خد، حط الشال على كتفك. تعيش يا اخويا، ربنا ما يحرمني منك. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يسترها معاك يا ولادي ويوسع رزقكم ويهدي لك جوزك يا تحية ويرزقه بالحلال يا رب يا رب. تسترها معنا جميعا. الله أكبر. نويت صباح الخير يا باشا. بعد اذن حضرتك، في حد ساب لك الظرف ده؟ يعني ايه؟ انا قلت محدش يسيب لي حاجه هنا. ما انا ما اعرفش مين اللي سابه سيادتك. يعني ايه ما تعرفش؟ سيادتك احنا بنبقى بعد الساعه 1 ما قفلنا، فتحنا الصبح الساعه 5، لقينا الظرف قصاد الباب مكتوب عليه اسم سيادتك. وحضرتك بقى كنت فين والظرف بيتحط؟ اكيد كنت غرقان في النوم. لا والله ابدا سيادتك، واحنا بننام اصلا يمكن حد حذفه من بعيد. اه خلاص، مش حضرتك هتاخد الظرف؟ لو قال انا ممكن افتحه لسيادتك. الان ايه؟ انتهبل يا ابني. يعني انا على قد فهمي، طالما حد سابه كده يبقى اكيد في حاجه مش طبيعيه. طب هات خلاص، يبقى فتح عينيك كويس وشوف شغلك، ها، بدل الفزلكه الفارغه اللي انت فيها دي. تحت امرك يا فندم. اسمع، يبقى نبه على زمايلك لما الباص يجي عشان ياخد الولاد ويرجعهم، لازم حد يبقى واقف لحد المدام بتاخدهم فوق. ليه؟ في حاجه؟ يا عم اسمع الكلام وخلاص، يلا افتح لي الباب وروح شوف شغلك. تمام سعادتك. Thank you.
حد فيهم؟ واحدة لحقنا مع أول صوت سرينا قربت على بعد كيلو، العيال دي فص ملح وداب، أكيد كانوا سايبين حد يراقبلهم المرور. على فكرة العيال دول أذكياء جدا، اختاروا أبعد نقطة عن اسم محرم بيه. واضح إن العيال دي متدربة كويس أوي على الحركة دي. على فكرة العيال دي مش سهلة. أتوقع إن هما يتعبوكوا الأيام اللي جاية دي. العيال دي متدربة كويس. الغريبة إن العيال اللي ورا الحركة دي مالهمش أي علاقة بالولاد المنظمين بتوع 6 أبريل وكفاية. واضح إن في حاجة جديدة بتتنظم. طبعًا. ما كل واحد يطلع شايف نفسه قيادة، يخش على النت، يقرأ كتب المقاومة السلمية، يعمل له مجموعة، يطبق اللي قراه، لحد ما يبقى له صيت ويجي له تمويل خارجي لحسابه الشخصي. حاجة بقت تقرف. المشكلة إن العيال دي بتستغل الظروف المهببة بتاعت البلد عشان يلموا الناس حواليهم. وعلى فكرة النهاردة جات لنا معلومات إن في ناس كتير ابتدت تتعاطف معاها. لقوا ولاد الذين بيختاروا أماكن شعبية عشان الناس اللي فيها دي مطحونة. ويبدأوا لهم بقى في الشعارات بتاعت الأسعار والغلاء والفساد والحرامية. زي ما يكونوا اكتشفوا إن الشعارات السياسية اللي ضد الرئيس بذاته بتخوف الناس منهم. يا عم انسى إن الهبل ده يجيب نتيجة. أنت تايه عن شعبك ولا إيه؟ ده آخرته يفش غله وخلاص. هتلاقي اللي كان بيهتف في المظاهرة ده بص حواليه ما لقاش بوليس ولا نيلة قال لك يلا بعبع لي شوية. لكن ساعة الجد مش هتلاقي ولا حد حواليه عشان ملوش مصلحة زيهم. يعني عندك المظاهرات اللي بتخرج كل شوية وقرفاننا بيها دي. ده كم واحد؟ 50 ولا 100؟ عارف لو لمتوهم مش هيسمعوا حس في البلد. انتوا بس اللي مكبرين دماغكم عليهم زيادة عن اللزوم. أنا شايف إن اللي حصل النهاردة ده لو عدى كده هيستحلوها. انت ممكن بشهادات متوضبه تلم كل الرؤوس اللي دبرت الموضوع ده وتحولهم للنيابه ويتحبسهم وبالقانون. صدقني الوقايه خير من العلاج. لا انت تفك الاسبراتير وتغسله بالبنزين وبعدين تركبه وتوريهوني تاني. يلا مع السلامه يا راجل. ايه ده؟ هي دي مواعيد؟ اتاخرت ليه؟ معلش والله يا حاج غصب عني والله معلش. في ناس والله موقفه قائد ابراهيم ولا عارف اروح كده ولا عارف اروح كده. عاملين مظاهره قاطعين لي الشارع وموقفين الترميات. والله قعدت ساعتين عبال ما اجي لك يا حاج. المهم بقى يا حاج العربيه اتشحورت على الاخر. ما تخافش عندي ليها مهندس هايل هيخليها لك رهوان. يا باشمهندس محمود تعاون نبي دقيقه. امر يا حاج. هات المفاتيح. ماشي يا حاج. العربيه اللي قلت لك عليها اهي خد. تأمرنا يا حاج. خمس دقايق يا حاج خلص العربيه اللي في ايدي وامسك في دي. ماشي. يا نهارك اسود انت ايه اللي جابك هنا؟ سلوى. الله وانت تعرف سلوى؟ ازيك يا سلوى ايه اللي جابك؟ ما بعتتني عشان اخد من حضرتك الفلوس. ما قلتليش تعرف سلوى منين؟ شفتها فين؟ ايوه يا بابا ده شاب جدع والله. ما كنتش عارفه انه بيشتغل عند حضرتك. ايه بقى بيشتغل عند حضرتك دي؟ اسمها بيشتغل مع حضرتك وكلنا بنشتغل عند ربنا. ما قلتليش عمل ايه؟ ما عملتش حاجه يا حاج والله ما عملت حاجه. امبارح بالليل وانا راجعه من الدرس كان الشارع ضلمه في شاب حيوان كان بيعاكسني لقيته سهر فجاه وطلع وهزق ولولا ان الواد جري كان هيرنوا على متينه. والله برافو عليك يا محمود. تصدق ان انا بقالي شهرين دايخ من البلديه للمحافظه ومن المحافظه للبلديه عشان يحطوا لنا عمودين نور في الشارع. الواحد يعمل ايه عشان البنات دي؟ يمشي وراهم بقى حراس عشان يروحوا سالمين. ما تقلقش عليا يا بابا انا اصلا كنت مهزقه الواد ده قبل ما الوسطى يظهر. حتى اساله الا اساله دي كانت ممرمطاه يا حاج وكانت هتكمل. بس انا خفت بقى الواد يسخن يروح غزيزها ما استحملتش رحت داخل واكله علقه. بس انا لو اعرف انها بنتك انا كنت سحبته على السطوح كنت نشرته يا حاج. بس معلش جات اكتر من راحات. هو يستجري يظهر تاني بعد اللي حصل له؟ ما هو في ناس واطيه ما بتتعلمش. كتر خيرك يا اسطى. ايه القصه دي؟ ده الباشمهندس محمود على سنه ورمح خريج كليه الهندسه قسم الميكانيكا والاول على دفعته في جامعه القاهره. وبعدين بلدياتي من رشيد. دي سلوى بنتي اخر العنقود طالبه في الجامعه في كليه الاداب. اداب؟ قسم ايه؟ قسم فرنساوي. لا اله الا الله. لا حول ولا قوه الا بالله يا رب. وما دخلتش انجليزي ليه يا حاج؟ بيقول لك في الشغل بيبقى اسهل. لا 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 انا ما عنديش بنات تشتغل ابدا، كله بيقعد في البيت زي اخواتها. هتتجوز وتشوف العيال وتشوف طلبات جوزها بس. طيب يا بابا مش هتديني بقى الحاجات عشان ما اتاخرش على ماما؟ لازم اروح الجامعه عندي محاضره كمان شويه. تعال
ماشي، على اذنك يا حاج. اتفضل. فرصه سعيده يا باشمهندس. الله يصبحك بالخير ياما. على راي المثل اللي دايما تقوليه، هي الفرخه لما تخرج الشارع هترجع شايله افرج ليه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاجة يا أخ؟ إيه؟ لا مفيش، خدي راحتك يا أختي، خدي راحتك. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. لان وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا عم ده ايه النور ده؟ ايه النور ده كله؟ من زمان ما شرفتناش بالزياره. يا ايه يا عم، خف من الاونطه شويه. انت هتقفل امتى؟ اقفل دلوقتي لو حبيت. لا خد راحتك يا اختي، خد راحتك. اول بس ما الزبونه تخلص فرجه انا ملك يمينك، بس قولي الاول خير ان شاء الله. ويعني لما اكون انا جاي لاجئ لك انت هيبقى فيها خير. عليم يا رزاق يا كريم. انا جاي عشان اشكرك يا ستي. انت كده ممكن تورطيني. على فكره احنا مش بعيد عن الورشه، واي حد لو شافك بتتكلمي معايا لقمه عيشها هتتقطع. ليه يا عم؟ هو انت اي حد؟ وانت باش مهندس قد الدنيا، والف مين يشغلك؟ انت عايزه مني ايه بالظبط؟ ما قلت لك جاي عشان اشكرك، ما تبقاش خنيق بقى. لعلمك انا ما شفتك في الورشه قلبي وقع في رجلي، بس انت طلعت جدع موت. ايه سكوت التنين ده؟ تنين مين يا ست اللي بتتكلمي عليه؟ ايه جملك الغريبه دي؟ بقول لك ايه، هو انت فاكره لما تتكلمي كده وتطجيني في الكلام وتتباسي وتقرطسي ابوكي هتبقي بنت جدعه وروشه شيخه؟ ايه التخلف ده؟ لا اله الا الله. بقول لك ايه، انت مش جاي عشان تشكريني؟ شكرك وصل. بلغتنا احنا بقى لما نحب نطرق حد بنقول له طريقك اخضر، زق جملك لعور. معلش بقى انا اصلي مصري. خلاص يا عم انت فصلتني اساسا، فكك مني. بص يا انس، انا عارف كويس قوي انت جايه ليه. انت مش جايه عشان تشكريني، انت جايه عشان تتاكدي اذا كنت هسكت على طول ولا المفاجاه هي اللي سكتتني. ليه يعني؟ هو انت كنت شفتني بعمل ايه اصلا؟ يا ست تعملي اللي تعمليه، انا مال امي. انا لما جريت عليكي كنت فاكر الواد مثبتك بماط وعايز يخطفك، معرفش انك راح تتظبطي في بير السلم. انت بتتكلم معايا كده ليه؟ هو في كلمه جديده غير بير السلم؟ اصله عندنا اسمه بير السلم. انت حد حقير على فكره. لكن لو قلت لك عادي ودي حريه شخصيه كان زماني شاب لطيف ولذيذ وحبوب. شوفي يا بنت الناس، انا عايز اقول لك كلمتين محصورين في زوري، ومش عشانك، عشان خاطر ابوك الراجل الطيب اللي فتح لي ورشته وشغلني عنده. حابك تجيب الواد لحد البيت. اسكندريه مليانه حتت مقطوعه. تقدري تقولي لي كنت هتعملي ايه لو كان ابوكي شافك في بير السلم مع الواد؟ ها؟ كنت هتعملي ايه لو حد من الجيران شافك؟ هتعملي ايه لو كان ابوك الراجل الطيب ده راح فيها؟ مش حرام عليك يا شيخه؟ لكن ايه اللي جابني اسكندريه؟ انا عارف حظي الهباب. قاعده ليه يا بنت الناس؟ ما تقوم تشوف اللي وراكي. عندك حق.
أنا فعلاً أستاهل الحر. ده حقيقي. استغفر الله العظيم يا رب. أنيسة سلوى، أنا عايز أقولك على كلمتين. أنا مش مصلح اجتماعي وبكره النصايح، لا بحب أقولها لحد ولا بحب حد يقولها لي. بس عايز أقولك على حاجة. في بلدنا دي مهما قابلت شاب قاعد يكلمك على التفتح والحرية، أول ما بتديله حتة عزيزة عليك تنخصف عينيه. لكن طول ما انت مفهماه انك عمرك ما هتديله حاجة تغضب ربنا وانك عاملة مسافة بينك وبينه، يحطك في قلبه كده في منطقة فوق بيشوفك بطريقة حلوة. فهمت كلامي ولا فصلتك برضه؟ ألاقي شغل فين في اسكندرية بس يا رب؟ أنا قفلت من أم الكورنيش ومن الأكل ومن القميص اللي أنا لابسه. الله يخرب بيتك يا حسين وبيت ما جايبك. الله، امسك يا عم، امسك امسك امسك. ايه الريحة دي؟ ابعد عن الريحة دي يا أخي. يا دي ريحة وحشة؟ ده عطر جديد اسمه أزهار الجنة، وإحنا بنعمل تجارب عليه. امسك يا شيخ. يخرب بيت أسانساتك يا أخي. خلينا في المهم. دلوقتي الجماعة الإخوة أصحابك في بورسعيد يقدروا يسدوا معانا في الموضوع ده. ما تتصورش يا عمي مدى قدر سعادتي ان انا اشوفك انت بالذات بتسال على الاخوه، عشان انت عارف ومتاكد ان هم الوحيدين القادرين على كتم سر زي ده في الموضوع ده. لا يا فالح، الحكايه مش كده خالص. انا اصلا فكرت ببورسعيد، ما لقيتش ليه اصحاب هناك، وانا عارف انك تعرف الاخوه بتوع بورسعيد، فقلت الجأ لك. ولا انت فاكرني يعني جاي لك عشان تسطر عليا وتضرب لي ورقه عرفي؟ ورقه عرفي؟ عسل يا عمي، والله عسل عسل. يا جدع، هو انا بهزر معاك؟ ده موضوع جد وفي منفعه للناس. الواد شافع ده واد مش سهل، وانا عارف ان هو شغال في البلاوي السودا دي، وهو عارف ان راجل خرع، فمش هبلغ عنه البوليس. عيب يا عمي، ما تقولش على روحك خرع، انت مهما كان برضو اب. ماني عارف ان زفت اب. دلوقتي احنا عاوزين ندور على رجاله محترمين في بورسعيد يقدروا يخوفوا الواد ده. مش مهم يكونوا اخوه يكونوا اخوات، المهم يروحوا للواد ده يخوفوه ويعرفوه انه ممكن يروح في 60 داهيه. انا بديله فرصه انه يراجع نفسه، لكن قسما بالله لو ركب دماغه وفضل ماشي في اللي هو ماشي فيه ده، لاروح بورسعيد اجيب البت هي وعيالها غصب عنه. طب ايه رايك يا عم نقتله اريح؟ ارحمنا يا رب. ما في ايه يا عم، انت عمرك ما كنت كده. الواحد مش عارف يهزر معاك خالص. مش كفايه ان انت واخدني ومقعدني معاك على القهوه، ولو اي حد من الاخوه عدى ولقطني هيقعد يقطم فيا جمعه. خلاص يا سيدي ما تزعلش، اعتبر الموضوع ده ابتدى، قصدي انتهى. بس خد ازهار الجنه عشان ربنا يكرمنا. امسك امسك يا عم، ارحمنا من الريحه بتاعتك دي. يا جدع امسك، عيب عيب. امسك امسك.